إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. ألف سلامة عليك يا أستاذ أنور. هو الدور رجع لك تاني ولا إيه؟ باين كده يا مدام مديحة، نفس الدور، كحة وتكسير عظم ووجع في جسمي كله، وجع في بطني، نفس الدور اللي كنت واخده من أسبوعين ثلاثة. الواحد ما بيلحقش يخف، يعني على طول كده. الواحد مش فاهم، مش فاهم ليه كده والله بيحصل. أقول لك على حاجة، أنت كده مناعتك ضعيفة يا أستاذ أنور. أنا بسمع كده إن اللي بيعي على طول ده بتكون مناعته ضعيفة، وعشان كده يا أستاذ أنور لازم تروح تكشف وتعالج نفسك من قلة المناعة دي، تروح لدكتور يقوي مناعتك شوية، لأن حالتك دي مش طبيعية. ده كل أسبوع ولا أسبوعين بيرجع لك نفس الدور. لازم تكشف. وألف سلامة عليك يا أستاذ أنور. حاضر يا مدام مديحة، وألف شكر لحضرتك. حدوث طفرات في الفيروسات المرضية بقى شيء مزعج للعالم كله. بقينا نسمع كل يوم والتاني عن متحور جديد للفيروس الفلاني أو العلاني، والأخبار دي بتعمل بعض القلق والذعر عند الناس كلها. لكن الحقيقة، المفتاح الحقيقي للتغلب على هذه الأخبار وللتغلب على المتحورات هو حاجة واحدة بس: الحفاظ على مناعة جيدة، الحفاظ على قوة المناعة، المناعة اللي ربنا منحها للجسم البشري لوقايته من الأمراض والفيروسات والميكروبات. الحفاظ على المناعة بيكون بالغذاء الصحي المناسب المحتوي على العناصر الغذائية الهامة والمفيدة زي الفيتامينات والمعادن الموجودة بوفرة في الفواكه والخضروات الطازجة. الحفاظ على عدد ساعات نوم جيد، لأن أثناء النوم الجهاز المناعي بتاعنا في الجسم بيفرز مواد اسمها السيتوكاينز، والمواد دي هي اللي بتقاوم أي عدوى ميكروبية أو فيروسية أو بتقاوم أي التهابات. النشاط البدني والمداومة على المشي والرياضة الخفيفة بيحسن المناعة. الحفاظ على رطوبة الجسم، حافظ على شرب مية بكميات مناسبة يوميا، تجنب الضغوط النفسية، التزم بقواعد النظافة الشخصية من غسيل الأيدي باستمرار، تجنب زيادة الوزن، وأخيرا حافظ على تلقي اللقاحات والتطعيمات الواقية اللي بتصدر بيها التوصيات المحلية والعالمية. كده تقي نفسك ضد أي متحور وتبقى في أمان من غير أي خوف أو ذعر. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.